بصوا هحط لكم فيديو عن أهمية المكان اللي احنا فيه ده. بص ورايا هنا كهف. الكهف ده لما الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، طبعا لما من الرماية اللي كانوا فوق ما سمعوش الكلام زي ما هو قال لهم، ما حدش ينزل حتى لو ايه، لو شفتونا بنكسب، فلقوهم بيكسبوا فنزلوا ما سمعوش كلام الرسول، فلف عليهم من ورا سيدنا خالد بن الوليد. ما علينا، القصة معروفة. وبعد كده بقى الرسول بقى جه هنا، بص جه هنا عشان خاطر ايه الكفار بقى ايه يعني انقضوا عليهم وبتاع. بعدين بصوا بقى الحته دي، ده سر يعني كانت مقفوله بعدين اتفتحت. خلي بالك، بص الحته دي، بص هكبر لك. دي الحته اللي الرسول عليه الصلاه والسلام حط راسه فيها هنا، خلاص علشان خاطر ايه يستخبى من الكفره. بص بقى، في ناس ما تعرفش حاجة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ان هو كان بيسيب اثر في الصخر. يعني ايه؟ يعني بص مثلا دلوقتي كده الناس مفروض بتسيب اثر في الايه؟ على الرملة، الصخرة ما حدش بيسيب اثر او فوت برينت. هو عشان كان نور كله عليه الصلاة والسلام، فلما كان بيحط ايديه او يحط راسه
في اي حته كانت بتاخد الشيب او الهيئه بتاعته عشان خاطر يستريح في المكان اللي هو فيه. وبعدين بقى تخش بقى تشم ريحه بتاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، الريحه اللي موجوده في الروضه الشريفه. بص جامده قوي 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 الحته دي. بصوا جنبيها على طول هتلاقي هنا ايه دي الحته. بص حيث تذكر كتب السيره النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الموضع بعد انقضاء القتال يوم الاحد. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام صلى هنا. بص بعد ما خلص القتال يوم الاحد. بعد هنا هناك بقى كمان هناك 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 شايفين ده غار تاني، حته برضو كان فيها الرسول عليه الصلاه والسلام برضو هناك. يعني في الحته دي بس في ثلاث حتت يعني قعد فيها الرسول، هنا واحد وهنا اتنين وهناك ثلاثه. دي بقى حاجه تانية برضو، ده اسمه بئر غرس. البئر ده الرسول عليه الصلاه والسلام، خلاص انتم ممكن تقروا القصه دي كلها، اخدوها سكرين شوت. الرسول عليه الصلاه والسلام شرب منه، فبالتالي اي حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام بيمسكها لان هو كله البركه. الرسول عليه الصلاه والسلام لان هو كله نور، فالانرجي اللي بيسيبها فيها بتبقى ممتده للابد. تمام. وعلى فكره بمناسبه ان الرسول عليه الصلاه والسلام نور، معناها ان هو كمان ما كانش ليه ظل. يعني لما كان بيمشي كده وفي شمس ما بتلاقيلوش ظل، لان هو اصلا نور عليه الصلاه والسلام. عاملين بقى ايه؟ عاملين ماسوره تك 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 تك، وتروح تشرب من نفس البير. بص ده للستات وده للرجاله، نفس البير اللي الرسول شرب منه، وبالتالي تاخد نفس الانرجي ونفس البركه من الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا الناس كلها بتشرب هنا، انا استحميت فاهم؟ عشان الموضوع جامد جدا الصراحه، لازم تيجوا تجربوا الموضوع ده. ده طبعا بقى ايه اسمه؟ باب السلام في المسجد النبوي. بتمشي 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 سلم بقى هناك كده ايه. بص الرسول عليه الصلاه والسلام كان ليه، كل نبي ليه دعوه واحده مستجابه، او يعني في دعوه كده بايه بتبقى دعوه يعني جامده جدا، فهو خلالنا الدعوه الجامده جدا بتاعته علشان خاطر يشفع لنا بيها يوم القيامة عن كل الغلطات اللي احنا عملناها. وهنا ايه الايمان، ما بيت ده بيت، ده بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وده المنبر بتاعه، والحتة دي اسمها الروضة. ما بيتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني الحتة دي حتة من الجنة. انا جبت شوية مية من البير، بيبيعوا الجيركن بخمسة ريال. بصوا احنا جينا متحف وبستان الصافية في المدينة المنورة، تقريبا في الدور الثالث هتلاقي ايه المحل ده، اسمه الوادي المبارك. عنده لسه فاتح النهاردة اول يوم بالصدفة. عنده ايه بقى؟ جميع انواع التمور، وخصوصا ايه تمر العجوة بتاع المدينة ده، اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال سبع حبات. اتكلم. وفي انت اسمك ايه؟ انا المهندس احمد صلاح. المهندس احمد صلاح، مدير تشغيل المصنع. مدير تشغيل المصنع. المحل ده بيجيب التمور بتاعته من المصنع ومن المزرعه. المزارع الخاصه والمصنع الخاص. صاحب المحل. صاحب المحل. صاحب المصنع كمان. الله يكرمك. الله يكرمك. وعندهم هنا كمان حاجات حلوه، كمان تمور العجوه. بالايه؟ بالمكسرات. عندنا محشيه بالمكسرات، وعندنا محشيه بالفواكه. تمر هندي. تمام. احنا بنحاول ان احنا نشكل. عندنا برضو باللوز والهيل عجوه بنستخدمها، بنستخدم معاها مكسرات بالفواكه، مكسرات. هو ايه اللي الاصفر ده؟ ده مش قمر الدين؟ مش وفي قمر الدين. أيوة وفي تين. انا قصدي قمر الدين مش تمرين. ماشي طبعا.
ده محشي التين. الله، انا ممكن اخد واحد من ده؟ اتفضل. ماشي، شكرا، بحب التين. ماشي، لا اتفضل اتفضل. ده شغل ده هاند ميد ده ولا مصنع هو اللي مطلع الحاجه دي بجد؟ يعني في واحد يقعد يحط يحشي كده بجد؟ عندنا اربع شيف بيحشوا الحاجه دي. ما شاء الله. اوكي، طبعا عندنا هنا برده مغلف. أوكي. نفس الشغل كده بس مغلف، عشان طبعا لو هيسافر او كده. أوكي. يبقى حاجه سيفتي اكتر. تمام ماشي. وفي بقى شوكولاته بقى؟ في عندنا بقى كل منتجات ده بيستخدم فيها التمور. أوكي. طبعا ده بيست شوكليت طبعا. أوه. بيست والشوكليت اند ناتس اللي هي المكسرات. ماشي تمام. ايوه ماشي، شغل فاخر يعني. ما شاء الله. تمام.